تصفيات كأس العالم، عندنا أفريقيا، عندنا أوروبا، عندنا آسيا، في كل الأماكن. بس في البداية طبعا برحب بضيفي الكريمين، أستاذ وليد الحليقي الناقد الرياضي بالأهرام. مساء الخير، كل سنة طيب ونورتين. مساء الخير يا كابتن فاروق، ودايما بكون سعيد بالتواجد معاك ومع صديقي الدكتور أحمد ثابت. ايضا احمد ثابت المحلل الناشط، كل سنه طيب ودايما كده تبقى معانا ومنورنا. كل سنه وانت طيب ونورك متالق دايما، وسعيد طبعا معاك ومع دكتور وليد. في البدايه بالتاكيد هنتكلم عن مرحله اللي فيها مصر في كاس العالم، فوز على اوغندا، 3 نقاط مهمه، اداء في العديد من الانتقادات، ولكن في النهايه كوبر بيعمل اللي هو عايزه، ان هو بياخد 3 نقاط. يعني في سكك كتير او رؤى كتير ممكن نحكم بيها على مباراه مصر واوغندا امبارح، يعني على مستوى الرقمي، على مستوى النقاط، على مستوى الاداء، على مستوى مستقبل الفريق في التصفيات. على المستوى الرقمي او على مستوى منافستنا في المجموعه طبعا 3 نقاط مهمه، كسبنا اوغندا، عدنا لصداره المجموعه مره ثانيه ب9 نقاط، فارق نقطتين عن اوغندا وفارق 4 نقاط عن منتخب غانا. ده شيء كويس لينا قبل جولتين من النهايه، منهم جوله هتكون مع الكونغو على ارضنا في 8 اكتوبر ان شاء الله. اذا على الصعيد الرقمي وعلى صعيد المنافسه ده شيء كويس. طبعا الناس كانت بتتكلم في موضوع الحسابات والمواجهات المباشره، طبعا موضوع حسم ان احنا هنرجع تاني لفرق الاهداف، فرق الاهداف لحد دلوقتي في صالحنا الحمد لله، ومع الفوز على الكونغو لو لا قدر الله احتجنا للتعادل في ماتش غانا او تم التساوي مع احد الفرق سواء غانا او اوغندا، والاقرب اوغندا لو اوغندا كملت مسيرتها بالفوز، فالاهداف لحد دلوقتي في صالحنا الحمد لله. على مستوى الاداء الحقيقه طبعا في موجه عارمه من الانتقادات ضد الجهاز الفني وضد المدير الفني تحديدا الارجنتيني هيكتور كوبر. الحقيقه انا عندي راي في الموضوع ده. طب وليد، هل انت مع اقصاء كوبر في هذا الوقت من الناس اللي بتتكلم لازم يتغير ولازم يبقى في حد جديد ودماء جديده؟ بص يا كابتن فاروق، انت يعني انت راجل بتتابع كوره بقالك سنين، انا متاكد ان الجمله دي، فكره ان مدرب يبقى عنده لسه متصدر مجموعته، عنده لسه جولتين في تصفيات كاس العالم، هو الاقرب بنسبه 60 70% للصعود، والناس تطلع تقول المدرب يتغير دلوقتي ويجي فلان ويجي علان، ده ما بيحصلش في اي حته في العالم، حتى في دول المستوى الرابع كرويا، يعني حتى في دول افريقيا مجاهل افريقيا ما عادش ده بيحصل، الناس ما عادتش بتتكلم كده. فيعني انا مستغرب الحقيقه، انا مستغرب ومتعجب ازاي الناس بتفكر بالشكل ده. يا جماعه يعني مش ممكن خلي حتى لحدود احلامنا والحدود شطحاتنا حدود، يعني مش اي كلام يتقال. ايه هيكتور كوبر يتغير ازاي دلوقتي؟ يتغير بناء على ايه وعلى اساس ايه؟ واللي هيجي ده هيمسك الفريق هيلحق امتى يجهز ويدخل فكره ويتكلم، وبناء على اي اساس اصلا يتولى ليه؟ يعني ليه يمشي هيكتور كوبر؟ يعني حد يديني سبب. الراجل من اول ما تولى، احنا طبعا هنتكلم فنيا دلوقتي وهنتكلم في كل التفاصيل، لكن احنا بنظره عامه، الراجل من اول ما تولى تدريب منتخب مصر لحد اللحظه اللي احنا فيها ناجح بنسبه 99%، مش هقول 100%. وصل لكاس الامم الافريقيه عن جداره، اقصى منتخب نيجيريا اللي النهارده منتخب نيجيريا متصدر مجموعته على الكاميرون وزامبيا والجزائر، خد منه وكسبان 4 منتخب الكاميرون، وهو خلاص نيجيريا بنسبه 90% في المونديال، يعني خلاص الموضوع هيلعب زامبيا واعتقد خلاص منتخب نيجيريا. في امم افريقيا احنا شفنا حتى الظروف اللي واجهها منتخب مصر من اصابات واقصاءات، وشفنا ازاي كنا مكملين مسيرتنا من اول ما اتصاب مروان محسن لحد ما اتصاب قبل اتنين حراس، لحد ما وصلنا النهائي مش لاقيين مهاجم نلعب، مش عارفين نكمل السكور شيت، وما ذلك وصلنا النهائي في حدث ما كانش يعني اشد المتفائلين في مصر يتوقع ان منتخب مصر يوصل نهائي كاس الامم، فاذا ده نجاح. النهارده في تصفيات كاس العالم متصدر مجموعته قبل جولتين من النهايه هو الاقرب، فاذا على المستوى قبل ما نتكلم في فنيات وهنتكلم في الفنيات. انا عايز اسال احمد ثابت، لان احمد ثابت انت معاك احصائيه رقميه لكوبر، فعايزين نعرفها، كوبر حتى الان ماشي ازاي؟ ماشي، لو عرضنا طبعا الارقام من اول كوبر ما مسك منتخب مصر بقاله 2.5 سنين، نعم، عمل لا يدرب منتخب مصر 27 مباراه، 27 لقاء، كسب كام منهم من 27؟ 17 يعني لقاء فوز من 27، يعني نعم. نسبه الفوز قد ايه؟ يعني 67%، نعم. نسبه كويسه طبعا، نسبه محترمه بالنسبه لمدرب منتخبات. طبعا، نعم. خسر منهم 6 مباريات، يعني دي في الرسمي وفي الودي، يعني نعم. في كل حاجه خسر 6 وتعادل 4، نعم. ارقام برضو كويسه، سجل اهداف، نسبه تسجيل الاهداف 37 هدف، نعم. بمعدل 1.4 في المباراه الواحده، نعم.
استقبل اهداف 12 هدف، شباك منتخب مصر نظيفة 16 مباراة من 27. فده بيأكد فكر هيكتور كوبر الدفاعي، هو من المدارس من المدارس الدفاعية اللي بتهتم اكتر بالدفاع الكومباكت اللي بيلعب على الهجمة المرتدة والتمرير الطولي، سواء من عبد الله السعيد لصلاح او من ورا لصلاح. ده يمكن فكر هيكتور كوبر. يمكن انا شايف هيكتور كوبر فكره بينفع اكتر مع المنتخبات الثقيله، مع نيجيريا، يعني انت تحس بيه قدام غانا، تحس بيه قدام نيجيريا، الفرقه اللي هتلعب عليه الكوره. يعني لو اتاهلنا لكاس العالم هينفع جدا. نعم. قدام بقى ما تلعب البرازيل، تلعب المانيا، تلعب، هيقفل ويلعب على المساحات ورا، يعني المساحات قدام ويضيق المساحات ورا ويلعب على الهجمه المرتده، ده هينفع جدا. لكن مش هينفع قدام الفرق الضعيفه، لازم يبقى فيه بلان بي ليه هيكتور كوبر. دي مشكله هيكتور كوبر من وجهه نظري الشخصيه، ان لازم يكون عنده. انت يا احمد برضو، هل انت مع موضوع الاقصاء والتغيير؟ لا طبعا، لا لا، ما ينفعش دلوقتي. انا يعني الراجل بقاله سنتين ونص شغال بصوره محترمه، اجي انا معلش يعني اسرق مجهوده، خلاص قرب يعني يوصل كاس عالم، اجي اسرق مجهوده في اخر ماتشين؟ لا، يعني مش مصر اللي تعمل كده ابدا. لازم اسيب الراجل يكمل في الماتشين دول، حتى لو هو، انا بقول ان هو عنده بعض العيوب وبعض الاخطاء. هيكتور كوبر مشكلته كلها ان هو لما بنيجي نقابل فرقه ضعيفه مفيش كوره، مفيش يعني ايه اللي هو التمرير، صناعه الهجمه في مشكله في وسط الملعب. نعم. ثنائيه النني وطارق حامد مشكله، الاثنين زي بعض، الاثنين شبه بعض. نعم. مفيش اللاعب اللي هو الكرييتور. ممكن بقى تجرب عندك ان شاء الله لما هشام محمد يتالق مع النادي الاهلي، عمرو السوليه ممكن يحل لك المشكله دي، صالح جمعه ممكن يحل لك المشكله دي، ممكن تغير طريقه اللعب، ممكن تلعب ب 4-3-2-1، مش شرط ان انت تثبت طريقه اللعب يعني وتلعب مثلا يعني. انت شايف ان كوبر مجملا هناك بعض الاخطاء، ولكن ممكن تتعدى. هو ناجح، هيكتور كوبر ناجح، بس في مشكله زي ما قلت لحضرتك ان هو قدام الفرق الصغيره يعني لازم يكون عنده بلان بي، ان انا يبقى عندي قدام الفرق الكبيره بعرف العب وبعرف فكري بطبقه. لازم يكون في قدام الفرق الصغيره بقى ان انا هاجم ازاي، اخترق من على الاطراف، اخترق من العمق. يعني احنا امبارح شفنا هو وصل للجون 6 أو 7 محاولات خطيره، ولكن برضه يعني كان بدا هو، يعني انا شايف هيكتور كوبر صلح الاخطاء اللي وقع فيها في المباراه الاولى. بمعنى ايه؟ كان هو في المباراه الاولى ما بداش براس حربه صريح، كان نعم. كل لعبه تمرير طولي. طب ازاي بتلعب تمرير طولي ومفيش راس حربه صريح؟ لا، في المباراه دي بدا بعمرو جمال. عمرو جمال امبارح قدم مباراه ممتازه من ناحيه الالتحام تكتيكيا، من ناحيه الالتحامات الهوائيه وكسب الكور الثانيه كلها، وان هو بينزل ويسقط لتحت ويفتح المساحات لزمايله. يعني لو بصينا على اي كوره هنلاقي عمرو جمال بينزل يسقط لتحت ويفتح لزمايله المساحات، فده فكر هيكتور كوبر. دي برده اعتماد على التمرير الطولي زي ده مثلا، عبد الله السعيد ومحمد صلاح ثنائيه ناجحه جدا. صلح برده حته عبد الشافي، بس هي دي مش طولي قوي، يعني هي دي تعتبر قطريه شويه. دي مهاره، مهاره من عبد الله السعيد كمان مميز قوي بيها. حته انا برده كنت لومته في عبد الشافي، ان هو في المباراه الاولى، لا المباراه دي عبد الشافي بقى بيقابل من بدري، ورمضان صبحي بيقفل معاه، وحجازي بيرحل عليه عشان خطوره ايمانويل، قفل اللي هي بتاعت رقم 7. لا هو برده عمل حاجات امبارح في المباراه دي، مش عايزين نظلمه، ولكن المشكله كلها في ان انا بعد ما جبت الجون ليه ارجع في الشوط الثاني خاصة؟ لازم بقى يكون عندي التراجع. لازم يكون عندي بلان بي. وليد، كيف شاهدت يعني طريقة كوبر وكيف شاهدت لقاء مصر وأوغندا؟ مبدئيا كنتوا بتتكلموا عن جملة الهدف، جملة الهدف دي منتخب مصر بيعملها في معظم مبارياته، دي جملة محفوظة. اللي بيلعب بلاي ميكر غالبا بيكون عبد الله السعيد، ومركز الجناح غالبا بيكون في المكان ده محمد صلاح، وأحيانا بيعملها تريزيجيه، لكن في الغالب بيعملها محمد صلاح. وفي برضه رمضان صبحي عملها في ماتش نيجيريا، ورمضان صبحي ورمضان صبحي الهدف التعادل بالظبط كده. فالجملة دي محفوظة، يعني ده جملة الهدف ده مش جاي هباء، الجملة دي بتتكرر كتير واتعملت في ماتش اوغندا الاولاني، الهيد بتاع محمد صلاح اللي انقذه اونيانج، ويعني براعه طبعا، يعني مفيش حارس يعرف يطلع الكره دي. هو صراحه غير ان الجون متالق، محمد صلاح حطها وحش. طبعا خلينا برضو نبقى منصفين، وحتى في هنا برضو نفس القصه، الكره الفرصه بتاعت اوغندا لمحمد صلاح اللي اتعملت في دار الدفاع طبعا كان يقدر يحطها في الارض او ابعد شويه من اونيانجو، لكن هي جمله مكرره وبتتعمل كتير. بالنسبه لماتش مصر امبارح، انا طبعا مش هختلف مع احمد في تحليله، احنا فعلا ادينا بشكل واضح ان كوبر ارى المباراه الاولى، يعني شاهدها، شاف نقاط قوه منتخب اوغندا، وهو كان كوبر داخل وعارف ان هو عايز يخطف جون بدري، لان فرقه اوغندا مش فرقه منظمه، فرقه اوغندا فرقه قويه بدنيا، بيجروا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه، بيندفعوا وبيلتحموا جامد جدا. امبارح من اول دقيقه بيضغطوا علينا من على حدود منطقه جزائنا، يعني صعب جدا ان انت تلاعب فرقه بالقدرات البدنيه دي. فكوبر كان عارف انه لو جاب كره زي دي مثلا، احنا لو جينا نعد الفرص
اللي ضيعها منتخب مصر امبارح مع كل اللي بيتقال ان منتخب مصر كان سيء في المباراه ومنتخب مصر ادى جيم دفاعي ومنتخب مصر ما هاجمش، هنلاقي على الاقل من 5 ل6 فرص يا كابتن فاروق، منهم 3-4 من على الستكس يارد. تخلص اهداف. ما هي دي يا جماعه، هي دي الطريقه الدفاعيه. كوبر من ساعه ما بدا تدريب في اسبانيا لحد النهارده هو ما قدمش نفسه للعالم على انه مدرب هجومي، هو ابن المدرسه الدفاعيه، ابن مدرسه التقفيل واللعب على المرتدات، سواء بيلعب فرق قويه او بيلعب فرق ضعيفه، هي مدرسه. يعني هو الراجل ده فكره، هي فلسفته ودي فلسفته ومش هيغيرها في السن ده، صعب قوي. بالظبط. احنا لما جينا نتعاقد معاه، لو عندنا في لجنه فنيه في اتحاد كوره درست الراجل ده قبل ما تتعاقد، ما هتعرف ان دي طريقته، وده شيء متوقع، والمفروض ان كان ده بلان بيتحطه اتحاد الكوره شايف ازاي منتخب مصر في الفتره الجايه اذا كان ده حصل يعني. فاذا الراجل هو ده فكره، ان هو بيقفل الملعب وبيعتمد على ده، بيعتمد ان هو لما ياخد الكوره بيعمل مرتدات، بيعتمد على الاجنحه. طبعا عنده من حظ منتخب مصر ان عندنا جناح زي محمد صلاح، ان عندنا في الناحيه الثانيه جناحين زي تريزيجيه وزي رمضان صبحي، عندنا النهارده لاعب بلاي ميكر زي عبد الله السعيد بيعرف يوزع لعب. عبد الله السعيد لما بيكون في فورمته منتخب مصر بيكون في قمه الفورم، يعني احنا انا بقيس فورمه منتخب مصر فورمه عبد الله السعيد. ادائك ان هو اللي هو البلاي ميكر، فبتقيس من ده بتربط بده طبعا، لان عبد الله السعيد بيعلي اداء نص الملعب وبيعلي اداء الهجوم، عبد الله السعيد بيعلي اداء النني وطارق حامد او اي اثنين ديفندرات، وبيعلي اداء الاجنحه فعبد الله السعيد ده لاعب محوري، اهم لاعب في منتخب مصر. عشان كده لما تالق صالح جمعه مع النادي الاهلي مؤخرا وبقى فيه بديل لعبد الله السعيد، انا من الناس اللي كنت سعيد بده، لان ده هو مستنفذ الى حد ما بدنيا. طبعا طبعا. وده يفسر ليه مستنفذ بدنيا، لان هو محور مهم في النادي الاهلي ومحور مهم جدا في منتخب مصر. فالفترات بدايه المباراه كان عبد الله السعيد متالق، فكان منتخب مصر شكله جيد. الفترات اللي هبط فيها اداء عبد الله السعيد هبط فيها اداء منتخب مصر. مجمل الاداء او مجمل تحليل لهيكتور كوبر، يعني لو هقول ملخص، هيكتور كوبر ناجح على المستوى الرقمي، على المستوى التكتيكي الناحية الدفاعية هو بيعملها بشكل كويس جدا، لكن محتاج تطوير هجومي، محتاج تطوير أداء هجومي، وأعتقد ده ممكن يجي مع الوقت. وده للاعبين كمان دور فيه، زي ما قلنا إن لو الفرص دي دخلت أهداف كان هيبقى تحليل كل الناس مختلف تماما. مختلف تماما. كنت عايز أعقب على حاجة، في حالة في الدقيقة 26 كان هم لسه عارضينا في الملخص في الشوط الأول، يا ريت نجيبها. هنلاقي في الدقيقة 26 هنلاقي عمرو جمال نزل سقط لتحت، اللي هو الدور اللي كان هيكتور كوبر بيعمله برضه عشان الراجل ياخد حقه. هتلاقي عمرو جمال نزل لتحت وفضى مساحه، سحب معاه المدافع ولعبها لعبد الله السعيد. احمد فتحي، يعني المساحات دي ما كانتش بتبقى موجوده في الدقيقه 26 يا جماعه. هتلاقوا احمد فتحي هيجيبوها، احمد فتحي هتلاقيه فضى ناحيه اليمين وعمل العرضيه لعبد الله السعيد اللي اتحول لراس حربه ثاني، يعني ده برضه من الادوار اللي بيعملها عبد الله السعيد. فالراجل برضه بدا ان لازم نقول ان هو صلح اهي دي الكوره. بص حضرتك، عمرو جمال نزل فضى مساحه، احمد فتحي راح ورفع برجله الشمال، عبد الله السعيد دخل كمهاجم ثاني والارتكاز بتاعه اوغندا سرح لعبها الكره دي. اوغندا كمان مع المساك مع عمرو جمال، يعني خد واحد معاه. ليه تالق الحارس غير كده؟ رمضان صبحي برده في الكره دي هو يعني في البدايه هو لم المدافع، كان المفروض يلم الثاني كمان ويشوط او يبازل صلاح. فالكره دي بتاكد تكتيك كوبر ان عمرو جمال بيسقط، بيلعبها لاحمد فتحي اللي بيلاقي مساحه على الجبهه اليمين، اللي بيرفع عبد الله بيتحول كمهاجم ثاني بيبقى يعني فاضي. لا الراجل برده عامل شغل، يعني ما ينفعش ان احنا نهدر حقه تماما، لا الراجل عامل شغل. ولكن انت شايف ان هو عامل شغل. عايزين بقى نتكلم في نقطه ان محمد صلاح، البعض كان بيتحدث ان محمد صلاح مع ليفربول اكثر فائده مع المنتخب. عايز اسالك في هذا السؤال. طبعا في فرق ما بين لما بيلعب في ليفربول وبيلعب في منتخب مصر، لما يبقى معاك كوتينيو ومعاك ساديو ماني، معاك هندرسون، معاك اللعيبه دي كلها، ومعاك المساحات اللي بياخدها في ليفربول، لا فرق شاسع. لكن في مصر امبارح يعني انا شايف ان هو كان رجل المباراه. رجل المباراه يستحق عن جدار محمد صلاح. لو عرضنا الارقام بتاعه صلاح، بص هتلاقيه الاكثر في كل حاجه. اولا احرز هدف، تاني حاجه اكتر واحد صنع فرص امبارح فرصتين هو محمد صلاح، اكتر واحد عمل عرضيات 5 عرضيات بنسبه دقه 40% محمد صلاح، اكتر واحد حصل على فاولات 2 محمد صلاح، اكتر واحد قام بمراوغات ناجحه اكتر واحد قام بمراوغات ناجحه محمد صلاح 5 قام بدور دفاعي برده محترم جدا، قطع الكوره، هي دي الارقام اللي معانا، قطع الكوره 9 مرات. فده احنا كنا دايما بنلوم محمد صلاح مع المنتخب ان هو بيسيب احمد فتحي لوحده، لا امبارح كان في تعليمات واضحه لمحمد صلاح ورمضان بالعوده والمسانده الدفاعيه للاظهره سواء لاحمد فتحي او لعبد الشافي، ما يكشفوش الباكات. وده كان دور مهم جدا محمد صلاح بصراحه امبارح، رجل المباراه بلا منازع. وبرده
يصنع الفارق في هجمه من الهجمات كان عدى من واحد عدى من واحد والثاني وراح وشاطها وجون. اقول له لا تالق الحارس ده كان الماتش خلص. لا غير دي اللي عملها لتريزيجيه وتريزيجيه شاطها بره. دي بتاعه تريزيجيه دي برده يعني كان في برده احنا محتاجين يعني نقول للناس ان لسه في خبرات اللعيبه دي يعني رمضان لما راح الكوره وضيعها لسه محتاج خبره شويه. تريزيجيه لما راح الكوره وضيعها يعني اللعيبه دي ممكن بعد ان شاء الله لما نوصل كاس عالم هتلاقوه في التصفيات الجايه احسن واحسن لما يكتسبوا الخبرات دي حاجه مهمه جدا. في لعيب برده عايز اتكلم عليه وهو مهم جدا 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 يعني في التصفيات دي او اليومين دول النادي الاهلي استفاد من حاجه مهمه جدا. الظهيري الجنب في النادي الاهلي بكل امانه هم افضل ظهيري جنب في افريقيا بالارقام هعرضها لحضرتك واوريها لك. احمد فتحي وعلي معلول مع منتخب تونس افضل ظهيري جنب في افريقيا والنادي الاهلي استفاد هذا الاسبوع من تالق احمد فتحي وعلي معلول. احمد فتحي ارقامه امبارح اكتر لاعب هو اكتر لاعب لمس الكوره في المنتخب 85 مره اكتر لاعب قام بتاكلنج صحيح 4 مرات اكتر لاعب بيبني الهجمه من تحت او بيرسل تمريرات طوليه هو ثالث اكتر لاعب عامل 7 تمريرات. احمد فتحي بامانه يعني تحطه في اي مكان بيسد ولعيب انا شايف ان هو هيبقى اسطوره يعني هو اسطوره فعلا. اغراض باليمين وبالشمال الدنيا ماشيه كويس قوي ده بيرفع في الشمال احسن من اليمين كمان. في كور يعني احمد فتحي هيبقى اللعيب الوحيد ان شاء الله لما يوصل كاس عالم اللي عمل كل حاجه في الكره المصريه يعني هيبقى وصل كاس عالم لاعب اولمبياد اخذ كاس امم 3 مرات هيبقى لاعب اسطوره يعني اعتقد ان مفيش لاعب في مصر عمل اللي هيعمله احمد فتحي. فده يعني انا شايف مكسب كبير جدا للنادي الاهلي طبعا تالق احمد فتحي خاصه ان احنا داخلين على مباراتين الترجي فمحتاجين واحد بقدرات احمد فتحي البدنيه لمراقبه فخر الدين بن يوسف. طيب انا هستاذن.